حياكم الله مشاهدين الكرام ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طبيبكم. موضوع جديد نتطرق له اليوم اللي هو الهيموفيليا أو بما يعرف بالناعور. أسباب وعوامل ممكن تكون خطرة علينا ويهمنا كثير نحن نعزز صحتنا بوجود الدكتور موسى محمد الحربي استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. يا أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله ونشكركم على الاستضافة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اللي يسمع المصطلح الهيموفيليا أو الناعور بده يعرف وشو هالمرض، وش أسبابه؟ ممكن ترى أحيانا يجي على مسامعنا لكن ما نعرف تفصيله وشو. طبعا بكل بساطة لما نتكلم عن الهيموفيليا هي عبارة عن اضطراب وراثي نادر ينتج عن غياب أحد عوامل التخثر، وهي عبارة عن بروتينات موجودة في الجسم لمساعدة الجسم على عملية التخثر. جميل، وش أسبابها دكتور؟ طبعا الهيموفيليا أو زي ما تفضلتي الناعور قد يكون الاسم العربي للمرض ينتج عن الوراثة، فهو مرض وراثي في الغالب. طبعا ينتج عن طريق الكروموسومات الموروثة عن طريق الأم. يكون عن طريق الأم صحيح. هل يمكن اكتشافها دكتور بالجنين في الأم الحامل؟ ممكن. ممكن ممكن. جميل، طيب وش الأعراض الخطرة اللي ممكن تطلع ونعرف أنها موجودة إذا أنا مثلا ما فحصت الجنين أو إذا موجودة هي عندي أساسا؟ هو في الغالب لما نتكلم عن الجنين ممكن تكون موجودة معه. طبعا في المولود الأول عادة يكون حتى ثقافة الوالدين في الغالب بعد ما يكون مثلا موجود في الحسبان أنه قد يكون الطفل موجود صحيح. عندهم، وفي بعض طبعا الأزواج يكون غير عارفين طبعا حتى عن المرض نفسه موجود عندهم في العائلة، ما يدري أنه حامل المرض بالضبط. لكن مع الوقت يكون طبعا العائلة أو الزوجين يكونوا مهيئين نفسيا وعارفين تماما أنه في واحد من الأولاد أو أكثر قد يكون معرض للإصابة بالمرض الهيموفيليا. طيب دكتور كيف يتم تشخيصه لو الواحد مثلا شك أنه موجود معه؟ طبعا التشخيص غالبا يتم بعد ظهور الأعراض أو في العائلة اللي يكون موجود فيها المرض، مثلا عند زيارتهم للطبيب للفحص المبكر عن وجود المرض. بكل بساطة أحد التحاليل الكشف عن مستوى العامل في الدم. طبعا على حسب مستوى العامل في الدم يكون التشخيص. عادة العامل مثلا لما نتكلم عن عامل رقم 8 أو العامل رقم 9 اللي هي مسببة للهيموفيليا في الإنسان الطبيعي قد يكون تقريبا من 50 إلى 150%. في المريض الهيموفيليا قد يكون أقل. في الغالب إذا كانت الهيموفيليا من نوع الشديد راح تكون أقل من 1%. في بعض المرضى قد تكون من 1 إلى 5%، وهذه نسميها الهيموفيليا المتوسطة. الهيموفيليا الخفيفة قد تكون في العامل أكثر من 5%. جميل، بس دكتور وش اللي يطلع علينا كأشخاص ممكن تبين لنا؟ يعني بالذات لما نتكلم عن دم أو سيولة الدم، وش اللي يصير في الأيام العادية تحسه مو طبيعي معك؟ في الغالب يكون هناك بعض الأعراض اللي تلفت الانتباه لوجود مرض الناعور. مثلا وجود الكدمات. كدمات في أنحاء الجسم، في حتى الأنحاء غالبا لا تتعرض إلى صدمات أو إلى جروح أو كذا. في بعض الأحيان يكون خصوصا عند الذكور، وأنه طبعا هو المرض زي ما قلنا في البداية أنه في الغالب يصيب الذكور، نادر جدا أن يصيب الإناث. عادة في السنة الأولى أو في الأشهر الأولى عند الطهارة قد يكون أول الأعراض أنه فترة التئام الجرح وفترة النزيف وكمية النزيف قد تكون أكثر من الأطفال الآخرين. طيب الدكتور هل يأثر على التئام الجروح؟ الالتئام لا، لكن عملية الالتئام أو عملية تخثر الدم بعد الجروح، بعد استئصال الأسنان، بعد العمليات الجراحية، حتى في الكدمات بشكل عام نلاحظ أنه الفترة اللي يأخذها الجسم لينتج أو للسيطرة على الدم بالتخثر تأخذ فترة أطول من المريض العادي. طيب دكتور هل الأعراض هذه تختلف من الطفل للبالغ للكبير؟
طبعا بشكل عام هي واحده، لكن قد تختلف على حسب شده المرض. زي ما قلنا انه نتكلم عن الهيموفيليا الشديده، قد يكون هناك نزيف بدون اي سبب، قد يكون حتى مجرد اي مجهود يعمله الطفل او الانسان البالغ يكون فيه هناك نزيف. وعاده نوعيه النزيف اللي تحصل يكون نزيف عميق، مثلا في العضلات او في المفاصل، عاده تكون طبعا نادر ان شاء الله، لكن قد يكون هناك حد في الانسجه الداخليه في الدماغ في تجويف البطن. يعني ممكن يصير نفس النزيف في الدماغ؟ نعم. طيب كيف الخطوره حتكون دكتور لما نتكلم بالذات عن الدماغ؟ الخطوره تكون عاليه طبعا، طبعا النزيف وقاس خطورته على مكان وجود النزيف، لكن حب نطمن الاخوان المشاهدين انه نادرا ما تكون في هناك النزيف في الدماغ، لكن لازم دائما نكون موجودين نعمل الاحتياطات اللازمه لمنعه ان شاء الله. جميل، الله يعطيك العافية دكتور. احنا اكيد مكملين موضوعنا، لكن عندنا فاصل قصير، خلونا دقائق ونرجع لكم. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. نذكر بموضوعنا لليوم، الهيموفيليا او الناعور. دكتور، لو نتكلم عن بعض الأدوية اللي ممكن تأثر نوعا ما أو غايبة شوية عن ثقافتنا ووعينا، لما نتكلم مثلا أنه ممكن يكون مريض مصاب ويستخدم إسبرين، أو ممكن صحيح. يكون في بعض الأدوية اللي تأثر على صحته بناء على الحالة اللي هو فيها. صحيح. طبعا الموضوع هذا أشكرك على أساس يعني إثارة الموضوع هذا، أنه فعلا بعض المرضى الهيموفيليا للأسف يستخدموا بعض مضادات الالتهابات. لما نتكلم عن مضادات الالتهابات، مثلا له مثلا نتكلم عن الاسبرين او البروفين، كل الادويه هذه المفروض انه ما يستخدمها نهائيا مريض الهيموفيليا او اي نوع من انواع النزاف عند الاطفال. ايش السبب دكتور؟ ليه؟ السبب انه من نقدر نقول المضاعفات لهذه الادويه انها تسبب مشكله في التصاق الصفائح الدمويه بعضها ببعض. والهدف من العلاجات اصلا هو التصاقها ولا لا؟ هي عمليه تخثر الدم تشمل مراحل معينه، منها عمليه التصاق الصفائح او العمليات اللي تكون فيها صفائح دمويه، قد تكون هي المرحله الاولى والاهم في بدايه التخثر الدم. تليها طبعا مراحل اخرى بتكون فيها عمليه تجلط الدم وخطوات البروتينات اللي تنتج عن بروتين بعد بروتين، تقريبا نتكلم عن تقريبا 13 بروتين تداخلهم مع بعض ينشئ لنا تقريبا في الاخير اللي هو تجلط الدم بصوره طبيعيه، واللي هي اصلا تعتبر مرحله العلاج بالضبط. للمريض. لكن فهذه المشكله المريض الهيموفيليا يكون عنده مشكله في البروتينات الموجوده في عمليه التخثر، عادة يكون واحد أو من هذه البروتينات زي ما قلنا أنه رقم 8 أو رقم 9 أو رقم 11 يكون ما هو موجود. الناتج طبعا عن الغياب أو النقص في مستوى العامل هذا قد يؤدي إلى النزيف. فوجود الصفائح بالعدد وأن تكون بعملها بشكل جيد المفروض انه يساعد كثير مرضى النزاف انهم يعني يعمل كنترول على النزيف نفسه. في حاله وجود واحد من الادويه هذه مثل الاسبرين بروفين للاسف راح تتعطل الصفائح الدمويه وراح ينتج عندنا نزيف بشكل اكبر وقد يكون خطير حتى على المريض. وللاسف دكتور ترى احنا يعني مبسطين هالادويه نستخدمها عادي يعني بدون اي استشاره نعم طبيه، ويقدروا يجيبوها من اي مكان صحيح في اي لحظه. وهذا طبعا واجب الطبيب، انه طبعا المفروض ما يكون يتابع مع طبيب خصوصا الاستشاري او اخصائي الدم، المفروض يضع لائحه الادويه الالتهابات اللي هي عاده تسجل الخطوره على المريض انها تكون موجوده عند المريض ويكون المريض تماما عارف عنها. ويكون عنده بدائل ولا لا دكتور؟ البدائل موجوده ومتوفره، إيه؟ مثلا باراستامول اللي هو الادويه بنادول جميل هذه كلها موجوده. جميل، طيب دكتور لو دخلنا الان في مرحله العلاج، احنا كيف نبدا مرحله العلاج مع المريض بحيث انه ان شاء الله نقول تجنب تماما الخطر اللي ممكن يحصل له خصوصا لما نتكلم عن النزيف؟ الحاجه الثانيه وش السلوكيات الصح اللي المفروض لازم يعتمدها بحياته؟ احسنت.
طبعا العلاج لما نتكلم عن علاج للمرض الهيموفيليا، مرض الهيموفيليا كمرض للأسف ما له علاج بحيث أنه يشفي مرض الهيموفيليا. لكن مرض الهيموفيليا بشكل عام مرض يمكن التعايش معه. هناك الكثير من الإجراءات والعلاجات اللي قد تساعد المريض أن يعيش حياته تقريبا بشكل شبه طبيعي. العلاج، خطة العلاج عادة تكون بنوعين. النوع الأول اللي هو النوع اللي يحتاج فيه المريض تعويض بالفاكتور أو بالعامل اللي هو يعاني من نقص منه، مثلا عامل 8 أو عامل 9 زي ما قلنا. في الحالة هذه يعطى في بعض الحالات عند اللزوم. إيش نعني عند اللزوم؟ يعني لما يكون في هناك نزيف، أو المريض قد يكون عنده عملية جراحية أو عملية استئصال للأسنان أو عملية إصلاح للأسنان، فقبل العمليات هذه يأخذ الجرعة من العامل، وفي العادة تمر الأمور بشكل سليم. في نفس الوقت إذا كان عنده انتفاخ مثلا في أحد المفاصل أو في أي نزيف حاد في أي يعني موضع في الجسم، ممكن يأخذ الفاكتور. لكن هناك أيضا خطة أخرى تستخدم كثيرا مع بعض الأطفال أو بعض المرضى بشكل عام، خصوصا لما يكون المريض من النوع الشديد، لما يكون المستوى العامل أقل من 1%. الخطة هنا أنه لازم يأخذ المريض بعض الفاكتور أو العامل الوراثي بشكل وقائي، نقص بشكل وقائي تقريبا مرة إلى مرتين في الأسبوع، بحيث يكون على طول الفاكتور موجود في الدم. وهذا يغني بكثير عن أو يعني يؤدي بإذن الله إلى تلافي كثير من الإصابات والنزيف اللي قد يحصل بدون ما يشعر المريض. وهذا أدى في بعض الدراسات بشكل واضح، هذا عم نشوفه كثير على مرضانا، أنه لما تبدأهم بالنظام الوقائي بشكل كامل وبدري في السنتين أو السنة الأولى، يؤدي في كثير من الأوقات أنه المريض يكون يعيش حياته بشكل جيد بدون تشوهات في المفاصل، بدون مشاكل تحصل. جميل دكتور. طيب الآن لو افترضنا لا سمح الله يعني صار حادث معين للمريض، تعرف بعض الحوادث تكون شوية قاسية وخطرة وما يكون بوعيه المريض لما يدخل الطوارئ، هل الطبيب بخبرته ممكن يحدد إن هذا معه مبدئيا كنوع من المحاذير؟ طبعا مبدئيا يصعب على الطبيب، انه طبعا خصوصا بعض الاصابات الكل يكون عنده نزيف. لكن هنا يجي دور الثقافه للمريض ولاسره المريض. لازم مجرد انه يدخلون على الاسعاف يكون عند المريض كرت او تقرير طبي يعطيه لطبيب الاسعاف، يوضح انه المريض يعاني من مرض الهيموفيليا نوعها والادويه اللي ياخذها وجرعاتها. وهذه المره انه لو فشل المريض انه يخبر المريض الطبيب في الوقت هذا، على ما يكون في عمليه اكتشاف للمرض قد ياخذ وقت اطول. طبعا لما السرعه في اعطاء الفاكتور او العامل يعني مهم جدا لانقاذ حياه المريض. انه الحادث قد يكون فيه نزيف خارجي وقد يكون هناك نزيف داخلي لا سمح الله، مثلا في تشويه في البطن او في الدماغ او في. جميل. طيب دكتور لو تكلمنا الآن عن الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم هيموفيليا مع أمراض مزمنة لا سمح الله، اليوم كيف نلاقي نسبة تقبلهم للعلاج؟ احنا اتفقنا ما في علاج، بس عندنا طرق تقيه ان شاء الله من اي طبعا مبارد. العلاج بس عشان نكمل، انه في طبعا بورق امل كثير ان شاء الله في المستقبل. جميل. مثلا نتكلم عن العلاج الجيني. طبعا العلاج الجيني لا زال في بداياته، لكن هناك يعني بعض الحالات خصوصا في الهيموفيليا باء اللي هو الفاكتور 9، الان البعض منهم استغنى عن النظام الوقائي. جميل. يعني يكون عنده بعد العلاج الجيني يستطيع بحد معين انه يستغني عن جرعات الفاكتور. لكن الان ما هي العلاجات المتوفره؟ لا زالت يعني في مراحل مبكره جدا، وما نقدر نقول انها هي موجوده الان للمريض، لكن ان شاء الله في المستقبل راح تفتح ان شاء الله باركه الامل. جميل دكتور، اكيد احنا مكملين، لكن عندنا فاصل قصير خلونا نشوفه ودقائق وراجعين لكم. في عندنا برضو من المساهمات من المملكة العربية السعودية في هذه الأبحاث. تهدف هذه الأبحاث بشكل عام إلى إيجاد كل الطرق اللي ممكن تساعد مريض الهيموفيليا. يعني طبعا مريض الهيموفيليا من الناس اللي يعانون من طفولته إلى
خرمه، فما هو الشيء اللي يعني المرض ياخذ يوم او يومين. فالكثير من الابحاث تركز مثلا على وجود او ايجاد بعض البدائل لاخذ العوامل التجلط، بعض الابحاث ونجحت كثير منها. هناك ادويه طبعا لما نشوف الان التسلسل اللي حصل في الادويه، طبعا الادويه كانت في لحظه من اللحظات كلها تعتبر من البلازما الدم الموجوده، بعد كذا حصلت انه في، وكانت حتى طبعا تسبب مشاكل في الثمانينات وفي السبعينات، انه كانت طبعا الفتره انتقلت فيها امراض كثيره مع انتقال البلازما الدم اللي كانت تعطى للمرضى. حدث بعد فتره انه صارت الفاكتورز اللي كانت تعطى او تعطى للمريض بحد كبير نقيه من هذه الفيروسات اللي ممكن تسبب عدوى للمريض. الطفرات العلمية الثانية طبعا كانت انه ايجاد بعض الفاكتورز والعوامل التجلط تكون تماما مصنعة للبعد تماما عن اي خطورة في انتقال اي امراض للمريض. المراحل الان بدت من تقريبا الخمس سنوات الاخيرة انه صار العلاج قد يعطى ببعض البروتينات اللي ممكن تسبب التصاقات في بعض العوامل وتؤدي الى نتيجة وجود الجلطات او التخثر في الدم، وهذه قد تكون يعني فتح جديد بحيث انه الفاكتور الدم يعطى عن طريق الوريد. هذه زي ما قلنا انه ثلاث مرات في الاسبوع. بعض الادويه الان قد يعطى كل اسبوعين. جميل. وتعطى عن طريق الجلد بدل ما تعطى عن طريق الوريد، بعضها قد يعطى كل اربع اسابيع. عن طريق الجلد؟ اذا هي عن طريق الجلد عن طريق الدكتور ولا؟ عن طريق الدكتور او قد ياخذها في المنزل يعني. جميل. وهذا الغالب يعني طبعا راح تعطى على اساس انه ياخذها المريض في زي ابره الانسولين والاشياء هذه. هذه كلها طبعا تطور حاصل بسبب الابحاث اللي قاعده تحصل في المشاريع هذه. بعض الابحاث طبعا نتكلم عن العلاج الجيني زي ما قلنا قبل شوي، وطبعا في ابحاث ومختبرات وتجارب سريريه موجوده في العالم، نامل ان شاء الله انها تؤدي في لحظه من اللحظات الى رفع المعاناه عن هالمرضى ان شاء الله باذن الله. طيب دكتور، الان يعني في فتره شهر رمضان الكريم احنا كيف نقدم نصائح للاشخاص او المصابين بالهيموفيليا بحيث انهم قد ما يقدروا ما يسووا اي تصرفات سلبيه ممكن تاثر على صحتهم خلال فتره الشهر؟ صحيح انه مريض الهيموفيليا طبعا من ناحيه الصيام قد يكون زي اي مريض اخر يعني يقدر يصوم ويقدر كذا، لكن طبعا هم معرضين للنزيف. في اشياء وقائيه كثيره طبعا في رمضان وفي غير رمضان طبعا ننصح فيها مرض الهيموفيليا. طبعا زي ما تفضلنا بعض الادويه المفروض ما ياخذها نهائيا مثل الاسبرين والبروفين والاشياء اللي تكلمنا عنها. البيئة المحيطة بالشخص خصوصا بالأطفال، لما نتكلم عن الأطفال مثلا قد تكون لازم تكون بيئة آمنة، أرضية الغرفة، السرير اللي ينام عليه، هذه كلها المفروض تكون آمنة وموجودة بحيث أنها تمنع سقوط تجنب أي إصابات لا سمح الله. السيارة الانتقال طبعا للمرضى الكبار والصغار، ربط الحزام، كل التجهيزات السلامة اللي تكون موجودة بحيث أنها تمنع الإنسان الصدام، ممارسة الرياضة المناسبة طبعا للمريض، هذه مهمة جدا إنه لازم يناقش المريض مع الطبيب ونوعية الرياضة اللي ممكن يسببها أو اللي ممكن يلعبها أو متى يلعب الرياضة هذه مثلا بعد الفاكتور اللي ياخذه اللي خصوصا يكون على وقاية. طبعا في رمضان وفي الأزمة اللي احنا موجودين فيها طبعا مع الكورونا لازم يحرص المريض تماما إنه يكون عنده بوفرة اللي هو الفاكتور بحيث لما يحتاجه في أي وقت يكون موجود عنده، أساس يعني ما يضطر أنه يطلع أساس أنه يأخذ الفاكتور ويكون في عوز للفاكتور. والمستشفيات مين قصرة دكتور؟ أبدا موجودة العالم. وفيها في الغالب المستشفيات الآن توصل الفاكتورز إلى المريض إلى بيته. صحيح. بس أنا أتكلم أنه لازم يكون عامل حساب حريص بحيث أنه ما يطلع يضطر للخروج. الله يعطيك طبعاً العافية. ولا حتى الفاكتورز نفسه لما يعني يكون ما عنده نزيف يتم حتى صيامه بشكل جيد. لما يحصل نزيف طبعاً راح يحتاج أنه يروح المستشفى وكذا، فدائماً الوقاية أفضل من العلاج. الله يعطيك العافية. الدكتور موسى محمد الحربي استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية. نهاية حلقتنا لليوم بإذن الله، يتجدد موعدنا بكرة بموضوع جديد. نلقاكم في أمان الله.